دابا كل مرة تجيبوا لنا عاوتاني هذه القضية سي عبد العلي حميد الدين راه مواطن يجري عليه القانون كما يجري على الجميع، ولكن احنا هذه قضية سياسية، وما تنساوش رحنا كنا في الحكومة ورحنا باقين في الحكومة. هونوا على أنفسكم وهونوا علينا يرحمكم الله. احنا ماشي تندافعوا على شخص وقع في جريمة لا قدر الله، ولكن العدالة ديالنا هي هذه. قالت بأن هذه القضية انتهت، تجي من بعد 12 عام تعاود تجبدها، شحال؟ 25 عام. نحن نشك في هذا الشك العظيم، ولهذا لن نسلم لكم أخانا. وشحال ديال القضايا بحال هذه؟ ما لهذا صفت رسائل باستمرار ولم تحكم بصفة نهائية ولم يعرف من كان مسؤولا فيها، ولكن لا أحد ينصت إليه وأنا عارف شنو كنقول. فالله يجزيكم بخير، حنا كنسلكوا معاكم، سلكوا معانا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.